ورحمة الله وبركاته، زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن تايلور ورساله من ابناء رياض محرز لتايلور، وان هي بيبعتوا لها رساله ويقولوا لها ان هي احن مرات اب شافوها على الاطلاق، ان هي بتعاملهم معامله كويسه جدا. وطبعا الطفل ما يفهمش غير الحنيه وماشي تبع الحنيه، ملوش في اي حسابات اخرى. فهم عملوا لها رسائل وقلوب ان هم بيحبوها جدا جدا جدا، وهم احن مرات اب هم ممكن يشوفوها من كتر حنيتها وحبهم ليها. هم كمان بيحبوها جدا جدا وارتبطوا بيها وارتبطوا باختهم الصغيره ميلا، ربنا يوفقهم جميعا مع بعض. ومش بس كده، وتايلور كمان حبت تبعت رساله لاخت رياض محرز علشان تحتفل بعيد ميلادها وتقول لها كل سنه وهي طيبه. وطبعا العلاقه ما بينهم الحمد لله علاقه وطيده، ربنا يديمها يا رب باذن الله تعالى. وكمان هي ورياض محرز في حياتهم يا رب العالمين، ويفضل رياض محرز متألق، هو الحمد لله ما شاء الله عليه متألق الفترة دي. وتشوف حضراتكم على ألف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، وربنا يحمي له بناته ويحمي أولادنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله.